مرحبا بكم. معنا السيد سمير الظهر وهو السفير المغربي لدى المملكة البلجيكية. السلام عليكم. ممكن تحدثنا على أهمية هذا المعرض في العاصمة؟ وهذا المعرض أساسي من طبيعة الحال، أولا بحكم تواجد جالية مغربية قوية بلجيكا من طبيعة الحال، كما تتشوفوا كما تتشاهدوا من طبيعة الحال هذه مناسبة باش نعرفوا على المنتوج المغربي من طبيعة الحال اللي هو غني، ولكن للأسف الشديد مازال ما معروفش بزاف عند البلجيكيين، فهذه مناسبة أننا نعرفوا بالمنتوج المغربي. وكذلك كاين مقاولين هنايا متواجدين، كاين أبناك من طبيعة الحال بالنسبة للخدمات الموجهة للجالية المغربية، فهذا الشيء كل شيء تساهم أولا أننا نقربوا الجالية من بلادها الأصل من طبيعة الحال، ونحاولوا نواكبوهم في المشاريع ديالهم. كذلك تنلاحظوا أن هذه السنوات الأخيرة الشباب الحمد لله اللي ناجح في بلجيكا وفي أوروبا بصفة عامة تتوجه للمغرب بكثرة، ومن طبيعة الحال حنا خصنا نكونوا حتى حنا في المستوى باش نواكبوهم باش نحاولوا أننا نساعدوهم باش ينجحوا المشاريع ديالهم. وكاينة كذلك هنايا شراكة ما بين ماروك انفيست وما بلجيوم انفيست للتواصل ما بين الفاعلين الاقتصاديين، فكاين اللي تنسميو حنا دي بي تو بي، أن التلاقي ما بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والبلجيكيين باش من طبيعه الحال يحاولوا يشوفوا اشنا هما لي زوبورتونيتي اللي متواجدين باش يحاولوا يشتغلوا ان شاء الله، وشوفوا بالنسبه للتبادل لا التجاري ولا الاقتصادي من طبيعه الحال، وكذلك فرص الاستثمار اللي تتواجد لا في بلجيكا ولا في المغرب من طبيعه الحال. شنو هو دور نتاع هذه المنتجات في انعاش الاقتصاد المغربي؟ وكاين كثره ديال الاشياء من طبيعه الحال، كاين المنتجات اللي معروفه بطبيعه الحال اللي بالنسبه للمجال الفلاحي، مجال الصيد البحري، والان اكثر فاكثر كاين المجال الصناعي اللي حتى هو تساهم بزاف في انعاش هذه العلاقه التجاريه ما بين بلجيكا والمغرب. على سبيل المثال المواد المرتبطه بالصناعه ديال السيارات، الصناعه ديال الطائرات، بالنسبه للشيمي ولا باراشيمي، بالنسبه للالكترونيك، بالنسبه لعده اشياء اللي اليوم تتمثل واحد المجالات اللي المغرب نهض بها الحمد لله، وتتساهم في المنتوج الداخل الخام للمغرب، واللي كذلك تتسوق كاستثمار من طبيعة الحال عبر العالم ولا سيما عبر أوروبا بصفة خاصة إن شاء الله. وبالنسبة للشباب اللي كيبغيو يستثمروا أو يعرضوا المنتجات ديالهم، فشنو هو الدعم اللي كتقدموه؟ احنا من طبيعة الحال كسفارة وعندنا مصلحة اقتصادية بطبيعة الحال اللي تساعد تتوجه الشباب اللي تيهتم بالمغرب، وبطبيعة الحال حنا تنشجعهم انهم يهتموا بالمغرب. وكما قلت هذه السنوات الأخيرة لاحظنا كاين إقبال على المغرب قوي من طرف الجيل الصاعد، الجالية المغربية اللي الحمد لله ناجح اليوم في جميع المجالات، ويمكن له يساهم في صميم الحال في النضج الاقتصادي ديال البلاد. وبالنسبة احنا اول ما يدافع عند الشباب المغربي اللي تيتوجه للمغرب مع الابناك مع المؤسسات هذا مع الادارة المغربية من طبيعة الحال باش يواكبوهم احسن واكب من طبيعة الحال، لانهم هما تتكون عندهم الجرأة باش يتوجهوا للمغرب وتختاروا المغرب، لان من طبيعه الحال تيحبوا هذه البلاد اللي هو بلادهم وبلاد والديهم. خصنا حنا نكونوا في المستوى من طبيعه الحال باش نحاولوا نواكبوهم على احسن ما يرام من طبيعه الحال، باش نحاولوا ان ننجحوا التجارب ديال الاستثمار اللي من طبيعه الحال تتنطلق من الشباب المغربي المتواجد هنا في اوروبا. وكما قلت انا اول واحد تندافع عليهم، لان كل نهار وانا هز التليفون وتنعيط، ودابا كذلك كنت نتكلم مع الاخوان باش يستقبلوهم احسن استقبال ويسهلوا عليهم الامور ويخفوا عليهم من المعاناه اللي يمكن يعانيوا منها. لا في بعض الاحيان مع بعض الفاعلين الاقتصاديين ولا في بعض الادارات وبعض المؤسسات اللي تتكون شويه لي بروسيدور شويه تقال، وهذا باش يخفوا عليهم ويسهلوا عليهم وباش من طبيعه الحال لي زونكوراج باش يسيروا العمل ديالهم وينجحوا العمل ديالهم ان شاء الله. شكرا السيد السفير، وحنا كوننا جاليه فكنشكركم على المجهودات اللي كتقوموا بها. وتنشكركم كذلك وهذا المنبر السعيد، تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم وعلى السي سعيد على العمل اللي تتقوموا به، تبارك الله عليكم.